لك اهلين فيك يا زميل، وينك وين الغيبة؟ والله ايش بدي احكي لك، لا احكي لك، صار لي 10 سنين برات البلد. خير ايش في وين كنت؟ دراسة، بتعرف انا تخرجت وطلعت لبرا مشان اكمل دراستي. تخصصت بالمنطق، فصار لي 10 سنين عم بدرس عن المنطق. منطق؟ منطق. شلون يعني؟ يا سيدي المنطق هو علم بحد ذاته، يعني من خلال شغلة صغيرة ممكن نوصل لشغلة كثيرة. المنطق. طب اضرب لك مثال مشان تعرف. اقرب لك اياها اكثر، تفهم علي اكثر. شو هو المنطق؟ مثلا انتوا عندكم كلب؟ تمام. بما انه عندكم كلب فاكيد عندكم حديقة للكلب، يعني اكيد. عندكم حديقة. تمام. بما انه عندكم حديقه فاكيد عندكم فيلا. صح. تمام. عندكم فيلا. ايه. حلو. بما انه عندكم فيلا فاكيد ابوك غني كثير، معه مصاري كثير وغني. صح. تمام. وبما انه ابوك غني فما بيحيج امك تشتغل ومركها بالبيت ست بيت، مزبوط؟ صح. بما انه امك ما هي محتاجه انه تشتغل برات البيت فمرتاحه ماديا امك. لو ما كانت مرتاحه ماديا كان ممكن تشتغل رقاصه حتى تعمل منكم اغنياء مثل ما ابوك عملكم اغنياء، مزبوط؟ مزبوط. فامك ما هي رقاصه. طبعا ما هي رقاصه. طيب فهذا هو المنطق. سالتك سؤال صغير من خلاله توصلت انه مثلا امك ست بيت ما هي رقاصة. يعني من خلال انه عرفت، سألتك سؤال صغير انه عندكم كلب، عرفت انه امك ما تشتغل رقاصة. يعني من الكلب عرفت ان امي ما تشتغل رقاصة. ايوه هذا هو. ايوه هذا هو المنطق. صار لي 10 سنين عم بدرس هالدراسة هاي لتوصلنا لهالافكار. ايوه فهمت. وصلتك الفكرة؟ وصلت. ايه بيقول لي من زمان. هي فهمت عليك. اهلا والله بالشباب، على صاروخ يا مدود، شلونكم؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ اخبارك يا زلمه؟ صار لي ساعتين عم بطلع موبايل وعلى الارض وما حفرت لك يا زلمه. كنت ما برد لاني في عندي صاحبك حسام. ليش حسام جنب السفر؟ صار لي يومين جاي. صايره شغلتها كبيره. صايره شغلتها كبيره وما حدا قدها. صار لي 10 سنين عم بدرس منطق، ما لك خبر؟ شو قد منطق؟ لا والله ما لي خبر. ما بتعرف ايش منطق؟ لا والله. طيب بعطيك مثالك صغير. ماشي تفضل. المنطق خيو عندك كلب؟ كلب؟ لا والله ما عندي كلب. ما أتمك رقاصة.